للمزيد من التفاصيل والمتابعة بينضم إلينا كريم رجب مراسل إكسترا نيوز. كريم، أنا برحب بيك معنا في إكسترا اليوم، وخليني أبدأ معاك. يمكن كنا بنتحدث قبل أسبوعين عن فكرة أن 65% من الجلسات المتخصصة انتهت بالفعل وتم رفع التوصيات فيها لرئيس الجمهورية. خليني أتحدث معك عن ما تبقى يعني من النسبة الخاصة بالجلسات المتخصصة وعن ما يعقد اليوم. نعم نانسي، يعني اليوم هناك جلسات وقضايا مهمة تناقش في جلسات الحوار الوطني، ولا سيما لجنة الأحزاب، لأن هذه القضايا الأربعة التي على طاولة هذه اللجنة هي متخصصة أو خاصة بقانون الأحزاب، الحوكمة المالية والإدارية، الدمج والتحالفات، وكذلك أيضا لجنة شؤون الأحزاب. كل هذه القضايا من شأنها أن يعني يتمخض عن التوصيات التي ستخرج من هذا الحوار بأن يكون هناك حياة حزبية وحياة نيابية مزدهرة، وهذا سيثري من هذه الحياة السياسية، بالإضافة أيضا إلى فكرة التعددية الحزبية والتي أيضا جزء مهم وأصيل من هذه من مخرجات هذا الحوار، والذي يعني يعول عليه الكثيرون هنا من المشاركين، ولا سيما أن المشاركين في الحوار الوطني هم من مختلف الأطياف المختلفة، الأطياف السياسية المختلفة للمجتمع المصري، وبالتالي هم يعولون عليها كثيرا بأن يكون هناك تعددية حزبية، بأن يكون هناك أيضا دخول في دمج العدد من الأحزاب، وخصوصا الأحزاب ذات الرؤى والأيديولوجيات المشتركة، فضلا عن مصادر تمويل الأحزاب. والبعض كان يتحدث على أهمية أن يكون هناك حوكمة في عملية تحديد المصادر الخاصة بتمويل الأحزاب حتى لا يكون هناك مصادر تمويل خارجية، وهذا أيضا يضر بالمصالح الداخلية لمصر، فضلا عن أن هناك البعض كان يتحدث على ضرورة إجراء تعديلات على قانون الأحزاب بما يسمح بوجود صلاحيات أكبر وأوسع للجنة شؤون الأحزاب، لأن هذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى خروج أو خلق مزيد من الأحزاب السياسية ذات القدرة الكبيرة والتفاعل مع المواطن المصري، وكذلك أيضا إثراء الحياة النيابية، فضلا عن التنافسية والتي يأملها الكثيرون من خلال هذا الحوار الوطني. وهناك تعبير عن بشكل نزيه وبشكل شفاف عن مختلف يعني المقترحات، وأيضا كذلك ما يدور في أذهان المشاركين هنا في هذا الحوار الوطني، والكل يطرح الأفكار والمقترحات الخاصة به من أجل إثراء الحياة الحزبية والحياة النيابية. لذلك جلسات اليوم كما أكد الكثيرون هنا أنها تعد من أهم الجلسات، لأنها هي الأساس التي ستبنى عليه الحياة السياسية والحياة النيابية خلال الفترة القادمة في مصر، وخصوصا أن أيضا الجلسات هي تعد تشريح لجسد البنيان السياسي وكذلك البنيان الحزبي داخل مصر، لأن هناك من يسلط الضوء على الإيجابيات والسلبيات وأوجه القصور والتحديات حتى يتم معالجة هذه القصور والتحديات من خلال التعديلات التشريعية، من خلال أيضا اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية والإدارية التي من شأنها أن تخلق حياة سياسية وحياة حزبية هناك فيها تنافس وأيضا تعبر عن أطياف المجتمع المصري. نعم كريم، أيضا دعني أسألك، ربما يعني نعلم أن الجلسات متخصصة، ولكن مما يدور في أروقة الحوار الوطني أهم ما دار في هذه الجلسات فيما يتعلق بالتوصيات التي ستخرج منها أو خرجت بالفعل؟ يعني هناك كان مقترحات قدمت خلال هذه المناقشات لعدد من الأحزاب، وكذلك أيضا المشاركين من الشخصيات المختلفة والتي تمثل وتعبر عن الأطياف المختلفة للمجتمع المصري. هناك من تحدث على الإبقاء على لجنة الأحزاب كما هي مع إجراء عدد أو منحها صلاحيات أوسع، وهناك من تحدث على ضرورة أن يكون هناك إجراء لتعديلات على قانون الأحزاب، وخصوصا أن هذا القانون رقم 40 لسنة 1977 يبلغ عمره حتى يومنا هذا حوالي 46 عاما، وبالتالي لابد من إجراء العديد من التعديلات، وخصوصا أن هناك عشرات الأحزاب التي توجد داخل مصر، ولكن عدد قليل من هذه الأحزاب هو من له تأثير وله فعالية في الشارع المصري، وبالتالي هنا كان البعض يتحدث على أهمية إجراء التحالفات وأهمية دمج عدد من الأحزاب التي يعني ذات أيديولوجيات متشابهة،
وكان البعض يتحدث على أن الحزب الذي لم يحقق يعني عدد مقاعد معينة في المجالس النيابية يعني يتم دمجه مع أحزاب أخرى حتى يكون هناك يعني رؤية أفضل لهذه الأحزاب وأن تكون أحزاب فاعلية لها فاعلية ولها تأثير في الشارع المصري، فضلا عن أن البعض كان يتحدث على ضرورة دعم الأحزاب ماديا لأن كل حزب له رؤية وله برامج مختلفة يريد أن يحققها في داخل الشارع المصري، ولكن هذه الرؤية وهذه الأهداف والبرامج تحتاج إلى مزيد من التمويل، وبالتالي هنا كان البعض يتحدث على ضرورة دعم هذه الأحزاب وأيضا عملية الحوكمة بالنسبة للتمويل حتى لا يكون هناك تأثير خارجي في عملية التمويل بالنسبة للأحزاب التي تمارس وتباشر حقوقها السياسية داخل مصر. إلى أي مدى ما زال التفاهم يعني والنضج السياسي يسود المشهد كريم؟ ربما يكون هناك تباين في الرؤى والمقترحات التي تقدم من جانب المشاركين على اختلاف تنوعهم السياسي وأيضا أيديولوجياتهم، ولكن الكل هنا يشترك معا أو يؤكد على أن هناك أرضية مشتركة تجمع جميع هذه الأطياف، ومن ثم فإن عندما يتم التوصية بأي يعني بأي قرارات أو خروج أي توصية فإن يوجد عليها توافق من الجميع هنا داخل جلسات الحوار الوطني، وهذا ما يميز هذا الحوار لأنه هو فرصة حقيقية كما يؤكد جميع الأطياف المشاركة هنا في هذا الحوار بأنه يعبر عن آرائهم بحرية وبنزاهة وبشفافية، وكذلك أيضا يعبر عن مقترحاتهم، وبالتالي لا تخرج أي توصية من هنا دون أن يتم التوافق عليها حتى يتم صياغتها بعد ذلك في اللجان المتخصصة ومن ثم ترفع إلى رئيس الجمهورية الذي تعهد بتنفيذ كافة القرارات التي ستخرج من هنا من جلسات الحوار الوطني. أنا بشكرك شكرا جزيلا كريم على كل ما تفضلت به من تفاصيل كافية ووافية. كريم رجب مراسل إكسترا نيوز كنت معنا من أروقة عقد الجلسات المتخصصة للحوار الوطني، شكرا جزيلا لك.